هو الاخ اكبر ديال حمزه اللي شفته هو كيقولوا هو الامير هذيك الاسم اللي عامل الشمالي ما الشمالي هادشي هذا عاد سمعنا حنا باقي جديد حنا ما عارفين والو ما هادشي هذا عمرنا شفنا شي حاجه ولا لاحظنا شي حاجه في الدار مغيره فيه الانسان كيف ما كتشوفوا في الصباح كدوز حنا ما كانش دائما كنشوفوه فهمتي يعني هو في الدار ديالو نتا حيت ملي كنتلاقاوه هو يعني ما فيه حتى حاجه مبدله مؤخرا كنتبدل في الصفه ديالو كذا لاحظوها عليه في الدار صافي ما حسينا به شي حاجه ماشي هي هذيك شنو هي الله اعلم فهمتي ما جاش بال ديالنا بلي هادشي هذا اللي غيوقع وغيوقع هاد الصباح هذا جاو دخلوا علينا للدار وكذا ما فهمنا حنا ما عرفنا باش تبلينا فهمتي مي دخلنا حنا صحابنا السيد يعني غي مشتبه فيها ولا كذا مي دخلوا كذا يبرو السيد باللي هو قال لك الزعيم وعامل البيعه وعامل هادشي هذا كامل حنا ما عارفين منه حتى شي حاجه ما عارفين والو صافي ما جبرنا باش نجاوبو ما جبرنا ما نقولو ما صافي السيد كتشوفو تينا معاك عايش معاك في الدار يعني عايش معاك في الدار ماشي زعما نقولو حنايا كيطلعو يهود هو غير البارح في العشيه طلع نص السطح ويدا صبنت له الحوايج بوبرانيه ما كتقدرش تلوات لرجله جا في العشيه طلع دوره نص السطح هود مي صبنت له الحوايج جاب الليل هو نشرو من راسو جبرو مصبنين طلع نشرو من راسو صافي هذيك هي اللحظه اللي شفتو يال مي جاو عنده ديك الدراري خرج عنده رجع من الدار هز كاسه دوره مشى معاهم انا ديك الساعه خرجت مشيت نلعب كره جيت ملي جيت واقيلا مع ديك 9 ونص هكذاك هي ديك الساعه اللي طلعوا نشر ديك الحوايج ما كيهضر معانا ما والو فهمتي اصلا هو من العيد كبير ثاني العيد كبير ما كيهضر مع حتى واحد في الدار كيهضر لا مع الوالده لا مع الوالد لا معنا لا حتى شي واحد حنا بالنسبه ليه الاعداء ديالو والله اعلم شنو كيشوفنا هو اللي نقولوا له الله يسمح له الله يجيب له الهدايه سبب هذا الشيء هذا هو ان كيشوف هو حسيد ان تابع الدين الله حنا ما تابعينش الدين الله لا اللي على الفكر اللي متشبت به في العقل ديالو هو فهمتي اللي كيقولوا هو شكون ما عرفناش حنا ما كنعرفوا لا مع من كيجلس لا مع من كيعمر علاش انا ما نقدر نحكم على سواح علاش حيتاش انا نقدر نفرضوا مثال جالس مثال مثلا انا جالس معك يا غدا نجبرو جالس معك صاحبي هو صاحبك يعني انا عارف العقل ديالك انت شنو فيه وكنجبر جالس معاه يعني هو كيجلس مع الدراري عادي وكل شيء يعني مزيان مع كل شيء ما عمرنا في حياتنا تصورنا هذا الشيء هذا اللي يوقع اليوم بهذا يعني بهذا هو عنده خلق في 94 هو الخدمه ديالو كان مره خدم في الخياطه مره كيخدم في مطاف في الشوايه كيدك شو ديك كيبيع ماكولات وهادي كل مره فاهم فهمتي مؤخرا بقيت يعرفوا انا لا حتى في خدام لا والو توصفنا الصباح بالضبط شنو ساعه جاو عندكم وكيفاش كانت العمليه الخامسه ديال الصباح بالضبط الوالده فيقتني قالت لي نضره مخزن قلت لها انا مخزن انا ما علاقه مع الوالده صحاب قلت لها زعما راه كيدابزوا في الحومه قالت لي لا هذا مخزن ماشي مخزن عادي ميخرجش انا راسي هذا من السطح كنجبر الحومه كامله مطوقه يعني كل السطح اللي داير بينا الجيران فيه جوج ثلاثه المهم الناس يعني ما جا عوال فهمتي الامن ما جا عوال يعني تما كاينه شي حاجه طللت انا عليهم من فوقي مي طللت انا من فوقي جبرتهم يعني عيفت حبه وكذا وإذا قلت لي مي هو تنفتح لهم انا ما باقي ما عارفين شي شكون شبروني انا قلت لهم راه ماشي انا طلعوا هي هذيك دخلوا فتحوا عليه الباب دخلوا ما جبروا عنده حتى شي حاجه ناعس هي هذيك طلقوا واحد جوج طلقات دراسه احترازيه في الحيط ماشي عليها ولا كذا هذيك فوس طبيت هذيك احترازيه هذيك راه في قانون ولا الله اعلم هذيك كتكون ولا ما عارفش يعني حيتاش وجبروه ناعس يعني ما كاين حتى شي مقاومه لا حتى شي حاجه ما يبقاش وما جبروه عنده حتى شي حاجه اللي كتدل على انه مثلا عنده شي حاجه بالارهاب ولا يعني عنده ديك اسلحه بيضاء التليفونات ديالو واحد اليو اس بي وقيله صافي هادشي اللي جبروه عنده صافي سقساونا حنايا بقشوا الدار ما جبروا حتى شي حاجه خرجوه الداوى هادشي اللي كان اللي شفنا حنايا ما شي حاجه قبل زعما ولا كنشوفوه كيخطط ولا كيجيب ولا كيعمل ولا شي حاجه اللي مثلا عتير الانتباه ما كيناش هذيك الفيديو اللي قالوا بانه صوروا كيبايع فيه داعش وصور شي ضواحي
هذاك فيديو حنا التليفون ديالو عمرنا وصلنا ليه، ودابا هذا الفيديو كيقولوا هما اللي جبروه، حنا ما شفنا والو. وديك ديك الرسم اللي في الحيط ما عرفناش واش هو اللي عمله ولا ماشي هو، داك الشيء هذاك حنايا حتى داواه وم يخرجوا الاخبار عاد كنشوفوا داك الشيء، حنا ما كناش عارفين يعني مي كانوا معانا ما قالوا لنا والو، حتى مشاو الصحافه هي اللي بينات داك الشيء هذاك، حنا ما عرفنا حتى شي حاجه، حتى شفنا داك الشيء في الاخبار حالنا في حال الناس، فهمتي يعني حنا ما اصلا ما كنا عارفين حتى شي حاجه. صافي ما جاوا دخلوا داواه، بقينا كنسمعوا من الاخبار صافي، هذاك حنا الصيله ديالنا الاخبار ديالو انقطعت ملي خرج من الباب، صافي ما زدنا عرفنا والو.